هلو ليديز اند جنتلمان، حبايبي الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. ان شاء الله كل تمام يا احلى ناس. حبايبي مثل ما انتم شايفين بالخلف نزل الحدث رفعت الجوايز مثل ما انتم شايفين. ليديز اند جنتلمان شباب، والله بكره هذا الحدث انا كثير شباب، يعني بتذكر الفتره اللي الفيديوهات اللي فاتت بعد نفس الحدث اللي نزل شباب، يعني بتعرفوا اكيد بتعرفوا حبيبي. والله اوكي شباب الحلوين وبنات الحلوين، حبايبي الكرام، يعني فقد بكير كثير لانه بعرف هذا الحدث راح يجيب لي جلطه وراح يوجعني راسي كثير. ليك حبايبي جهزت القهوه تبعيتي اوكي، وبعرف راح نطول كثير مع هذا الرافعه حبايبي. لهيك قبل ما نبلش بهذا المقطع حبايبنا لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس واعزائي الكرام، لايكاتكم شيراتكم بارتجاتكم حبايبي، ونزلت لكم مقطع اسطوري شاب على قناتنا الثانيه، يعني عن جد لازم تشاهدوا اوكي حبايبي. يلا ليتس جو، ولا انستغرام نفس الوقت حبايبي. خلينا ندخل على الحدث تمام اوكي. طبعا الحدث الرافع شباب معروف، اللي ما بيعرفوا راح نشرحه يعني بشكل سريع يعني عشان تفهموا حبايبي. طبعا شباب عندنا هون الموجودات هون على اليسار سكنات، يعني اندر سكنات باللعبه يعني اوكي. رجعوا مثل هذا البنطال وهذا لبسه السكن اللي فوق الجاكيت مع حبيبي والله، وحقيبة الخنزير انا صراحة ما تعجبني. في حقيبة التنين شاب هاي الحمراء باللون الاحمر اسطورية، والكنزة الحمراء السوداء. طبعا شاب هدفي انا اليوم اوكي اني يعني احصل على البنطال والحقيبة بس، ولكن هدفي البنطال شباب اوكي. يعني اذا حصلت على البنطال يكفي اوكي اوكي حبيبي. طبعا شباب هون على اليمين شو موجود؟ موجود عندنا صناديق العادية وصناديق سوبر وصناديق سوبر كبيرة. طبعا شباب لما ندخل هون تمام، هون بالحدث يعني مكتوبين يعني نقدر نحصل على كل السكنات، يعني هون شايفين معي كيف؟ يعني ما في شيء بيختلف يعني كثير بالسكنات، يعني بكل الصناديق، يعني على حسب ما كاتبين شباب كل الصناديق نفس الشيء، يعني لاحظتوا معي كيف؟ يعني نفس الشيء، يعني كله نفس الشيء تقريبا، كله واحد تمام؟ هاي بالنسبه للصناديق المكتوب. طبعا هون مكتوب عنه تحديث مجموعه جواز، قم بتغيير موضوع الصناديق، وضع 32 صندوق تلقائيا. اوكي هاي ما بدنا اياها تمام. طبعا حبايبي راح نحاول نبلش اوكي. طبعا راح نشتري اللقطات الموجوده تحت على اليمين اللي هي 10 لقطات اوكي. بسم الله ان شاء الله يكون حظنا حلو، تم الشراء تمام. طبعا شباب الهدف هلا الان هذا راح نشيل كل شيء موجود هون، فهمت علي كيف؟ يلا نعمل التقاط حبيبي والله ايزي اوكي. افتح صندوق في زفت بيض، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا صدق الزلمه شو بتعمل؟ شباب الحلوين يا بوي يا بوي. طبعا شايفين شباب راح نحاول نجيب الصندوق السوبر، يعني صندوق السوبر الكبير اوكي، بس لو نقدر نشوف يعني نتخطى هي الرفعات يعني حبيبي والله. صندوق ساحة الغنائم، يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف يلا نشوف. طبعا شباب اللي بيقول لك انا عندي طريقة احصل عليه وما احصل عليه، شباب ما في طريقة تحصل عليه شباب، انت وحظك من الاخر، فهمتوا علي كيف؟ يعني اللي بتشوفوا حدا بيكتب لكم والله حصلت عليه وطريقة الحصول ما اعرف شباب، ما في لا طريقة ولا شيء شباب، انت وحظك وبس. ها حبيبي والله انت تملك هذه العنصر بالفعل، اذا قمت بالشراء مرة اخرى فيتم تحويله الى 5 توكن فري فاير. والله معلم عندي يعني هي طلعت لي، يعني ليش شو بدي اعمل فيها يعني الزفت هي اوكي شباب. رح نعمل تحديث، رح نعمل تحديث شباب، رح انا صراحه رح احاول اختار السوبر اوكي، رح نركز على صناديق السوبر فقط لانه هم هذول الصناديق اللي يعني فيهم نسبه الحظ بالحصول على السكنات اهم شيء، يعني نسبه الحظ يعني نحصل على السكنات حبيبي والله، فهمت عليك شباب. خلينا نشتري اكثر من حبه هذول، التقط هذول اللقطات مع شباب. ركزوا معي انا الصراحه، انا دائما بركز على صندوق السوبر، فهمتوا علي كيف؟ يعني هذا الصندوق فيه نسبه ما قلت لكم نسبه الحظ بالحصول اكثر شيء، يعني باين يا شباب ما في اي طريقه، ما في غير اكثر من هيك، فهمتوا علي كيف؟ حبيبي والله بيض. والله شباب رح نحاول ناخذ الصناديق الصندوق السوبر العادي لنشوف نحصل، نشوف نجرب شو راح يصير معنا. بيض ابلع على اللوبي، ايوه 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 ايوه
والله شباب انا ما بعرف صراحه يعني هذا الحدث. يلا يا زلمه خف معلم خف معلم خف 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 والله لازم نحطها شوي على اليمين يا شباب. طبعا والله طبعا ما بعرف الباكجات هذول الباكجات اللي بعطونا اياهم في باكجات حلوه بيض صور شو بدنا نعمل بس والله لازم يخفون هذا الصور شباب اقسم بالله يعني هذا الصور يعني لازم يعني نخلص منهم عشان رح نعمل تحديث ما نضيع وقت اوكي معروف لازم نتجه الى صندوق السوبر كبيره. طبعا حبايبي اللي بده يدخل على هذا الحدث لازم يكون مروق يعني اتفرج معي دخيل الله يعني مثل ما انتم شايفين معي شباب صندوق الصناديق العظيم ما فيها شيء حبيبي والله بسم الله يا سلام يا شباب دخيل الله دخيل الله حبيبي ايش هذا يا اخي وات از ذس. يلا روح التقط معلم بيض بيض معلم بيض بيض يا زلمة ايش هذا مع شباب انا 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 بعرف 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 فقط يعني قبل بوقت كثير اوكي عشان هذا الحدث شباب بعرف هذا الحدث راح يطول معي وراح يجيب لي الجلطه مثل ما انتم شايفين يعني عن جد يعني ما اعرف ليش هالحدث هيك يعني حاطيني ليش لحد الان حاطون لي هذا الحدث لحد الان لازم يشيلوه يعني صراحه شباب يعني طويل كثير طويل شباب طويل يعني ياخذ وقت كثير وحبيبي والله برج لا لازم نعمل تحديث شباب لانه انا بعرف بيض هدول الاشياء لازمنا نستهدف صندوق السوبر الكبير ما في حل ثاني. خلينا نشتري شويه الالتقاطات لو يعملنا يعني تخطي شباب والله يعني الوقت والله شباب تعرفوا راح اجرب اعمل شغله راح احاول اخذ كل شيء التقط كل الموجودات اجرب نشوف شو راح يصير عشان اثبت لكم انه على الفاضي شوف هدول الاشياء اللي هدول موجوده قدامكم هدول انا اثبت لكم انه على الفاضي فهمتوا علي كيف روح ابلع يا زلمه صندوق غنائم دخيل الله يعني يا حبيبي والله شو بدنا نعمل بهالصندوق غنائم شباب وين رحت انا طلعت بالغلط حبيبي والله يلا نكمل يا بوي ما في هذا صندوق عادي يا شباب ما راح يطلعنا شيء ابدا انا متاكد تفرج شايفين شو عم بيطلعنا شباب حبيبي والله معلم التمانو ياب يلا ما بدنا نكون كيف نكون شو هذا نسيت الكلمه يلا خلينا ايجابيين ما بدنا نكون سلبيين اوكي يلا بسم الله ما راح نكون سلبيين حبايبي راح نحاول نكون ايجابيين يا اخي طب هيك صناديق شو بدك يعني لا حول حبايبي راح نجرب استراتيجية بعد شوي اوكي هنجرب استراتيجية شباب راح نشوف هالاستراتيجية راح تشتغل ولا طولوا بالكم تمام بيض 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 والله شباب صاروا شوي نجي لهون شوف الصندوق العادية يعني شباب تتوقعون شباب اكثر من 600 جوهرة يعني لازم انا شيء بزعج بهاللعبه الصراحه بنزعج باللعبه يا شباب وكثير من اللاعبين بنزعجوا بهذه اللعبه انه لما يكون عندنا شيء مثلا انا عندي الـ الكنز السوداء تمام يعني عندي الكنز السوداء يعني اذا شخص يكون اللاعب عنده شيء ليش يعني يرجع يفتحه ويعطونا اياه يعني والله الصراحه يعني حبيبي والله شيء مزعج روح يا جميل شايفين معي كيف شباب شايفين بس اثبت لكم انه على الفاضي شايفين معي كيف؟ ما في نروح يا الزلمة دخيل الله حبايبي راح نعمل تحديث لأنه ما ضيعت وقت صراحة راح أجرب شيء تمام الصندوق هذا الأخير راح أتركه أوكي حابب أجرب شيء شباب أثبت لكم يعني إنه يعني ركزوا معي راح اخذ الصناديق العاديه شباب راح اخلي ذاك صندوق اخر شيء تمام راح احاول اخذ الصناديق العاديه اوكي ما راح اوقف التسجيل شباب عشان لما نوصل للاخير يعني حبيبي والله عشان ما يطول الفيديو اوكي حبيبي تمام طبعا جيتكم رجعت لكم من اول وجديد عملت تيكت
اخذت الصناديق هلا انا عم بلش بالصناديق يعني فتحت كتير من الصناديق حابب افتح صندوق السوبر هذاك الكبير اخر شيء لنشوف شباب شو راح يصير معنا وشو راح يصير من التغيرات. شوف شايفين معي كيف يعني يعني والله ما بعرف ليش هيك يعني هيك يعني الحظ بيض يعني والله العظيم شباب يعني شيء بجنن اقسم بالله. خلينا نخلص هذا كم صندوق. اوكي معلم يلا نشوف هذا ننزل الاخير معلم لنشوف اخر صندوق ان شاء الله يطلع لنا شيء بنطال او الحقيبه او بدنا البنطال. انا بدي البنطال الصراحه بدي البنطال. يا ربي على هذا الحدث والله العظيم شباب هذا الحدث الصراحه يعني يعني ما بعرف يمكن ما بعرف والله اقسم بالله شاب شيء بجنن اقسم بالله. خلينا نعمل تحديث لنشوف. تم التحديث بنجاح. اوكي نشتري يلا نروح نشوف. ما عرفت لاحظت شباب لما يمكن نستعمل الصناديق ناخذ كل الصناديق التحديث بيكون مجانا بعدين شيء اكيد يكون مجانا معلم. يلا معلم بدنا صندوق الجائزه الكبرى معلم. يا شايفين ملاحظين مع بيات. يلا بسم الله اقسم بالله حبيبي ما بعرف الصراحه يعني عن جد نو كومنت عن جد نو كومنت شباب عن جد نو كومنت. فرج نعمل تحديث لنشوف يا اساطير. يلا نشوف هون معلم. يلا خلينا نكون ايجابيين حبايبي. صراحه شباب حصلت على كل شيء الا 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 السكنات الرئيسيه الصراحه يعني حصلت على كل شيء الا السكنات الرئيسيه. فرج فشل الالتقاط تحصل صندوق غنائم في العين. ها ثاني شوي خلينا نشتري واحده بس هي 25 نشوف. وال وات از ذس نشتري 10 مثلا. ها هي ان شاء الله والله حبايبي يعني عن جد شيء غريب عجيب عم يصير بهذه اللعبه اقسم بالله شباب. يعني توقعون شباب 2000 جوهر لحد لا ما طلع لي ولا شيء دخيل الله. وانا بعرف هذا الحدث يعني من احداث اللي بكرههم يعني احداث هذا الحدث يعني الصراحه يعني حابب بس اجيب البنطال الصراحه اكون معكم صريح حبايبي. فشل الالتقاط فرج. يا ربي اخ منكم اخ. نعمل تحديث معلم يعني والله حرام حبايبي شو هذا. يلا نروح نكمل نشوف الصندوق الكبير. لكن حتى الصندوق العادي يا زلمه السوبر يعني ما عرفنا نشوف نشوف يا اخي بدي اجرب اشوف خلينا نشوف السوبر خلينا نشوف هذول السوبر يا شباب صناديق السوبر خلينا ناخذ خلينا نشوفهم شو وضعهم معلم. رح سكر الحدث وارجع افتحه من اول جديد. ثواني شوي تاك تاك ثواني وين الحدث الجميل البيض مو الجميل يا زلمه. ندخل نرجع على الحدث نشوف نجي لهون ناخذ هاي. يلا بسم الله صندوق غنائم السعر يا زلمه اقسم بالله شباب شيء بجنن من الصبح صدقوني. انا شيء حابه شاب بس حاب البنطال الصراحه يعني اكون صريح معكم انا اريد فقط البنطال حبيبي والله. هذا نجرب معلم نشوف ان شاء الله يطلع لنا البنطال. صراحه شباب انا راح استسلم انا استسلمت حبايبي لهذا الحدث. اوكي الصراحه استسلمت يعني استسلم يعني نشوف ال 400 جوهر الباقيين يا شباب. اجانا البنطال ما اجانا حبايبي حبيبي والله
على اللوبي تحديث روح. يعني تتوقعون شباب اكتر من 20 دقيقة قاعد عم حاول اجيب شيء شغلة يعني تفرجوا دخيل الله ايش هذا ايش هذا او ماي جاد شباب نعمل تحديث مرة تانية نشوف طول بالكم رح نحاول لا رح نحاول ناخذ صندوق عادي والله ما بعرف شباب صراحة ما بعرف شو بدي اجرب لا اجرب عم بقول لكم رح احاول والله شباب يعني نو كومنت اقسم بالله يعني حرام شو اللي عم يصير لنا بعطوني صور يا الله 2000 جوهرة صور فقط على الشاري معلم وات از ذيس تفرج ها تاني فشل التقاط خلينا ناخذ شيء تاني جنبه خلينا ناخذ شيء هون مثلا نشوف نشيل من هون بعدين نرجع نشيل شوف شو راح يصير معلم بيض نشوف نجي لهون ايه بس نشيل حابب خليني وقف راح نشيل الواحد عادي بعدين نخليه اخر شيء نشوف شو راح يصير نشيل هون حبيبي والله بيض بيض معلم يا بوي يا بوي يا بوي هذا هو ان شاء الله الصندوق ال استغفر الله العظيم يا ربي يا شباب ما ارجع تلاحظوا شباب يعني والله العظيم يعني اعطوني رايكم بالتعليقات حبايبي اعطوني رايكم بالتعليقات شباب نعمل جزء تاني لهذا ولا كيف صراحة يعني انا لحد الان شباب الان ما راح احط جوهرة اكتر بهذا الحدث صراحة يعني اكون صريح معكم شباب فرج معي كيف ايه البيض ده شو البيض ده نعمل تحديث شباب نجرب اخر نشوف اخر جواهر شباب اخر جواهر حبيبي نشوف اخر جواهر وال ايش هذا يعني باقي 56 جوهره معلم اعطينا جت البنطال يا ربي اعطاني هذا انا ما بدي هذا يا اخي ما بدي يا معلم ما بدي يا بدي البنطال لا حول ولا قوه الا بالله خلينا نعمل ريفريش نشوف اشتري لا ما نقدر نشتري خلينا نشتري حبايبي ناخذ هاي حصلنا على الجاكيت 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 بعد صرف 2000 جوهره شباب 2000 جوهره حبايبي 2000 جوهره صرفنا حبيبي والله سوينا نشتري هاي اخر وحده معلم اخر روح ما شاء الله اي حبيبي والله و اول مره يا بعد هلا اعطونا قسيمه والله شيء مرتب يا معلم شو اللوز طبعا حبايبي شحن جواهر بس اشتري 10 لقطات اوكي بس عشان اجرب هذا اخر محاوله يعني فهمتوا علي كيف يلا فشل روح شيل معلم يلا الحقيبه معلم البنطال يا زين بنطال بنت اعطوني دخيل الله خلينا نعمل تحدي الشباب ليتس جو يلا نشوف حظنا الاخير شباب يعني خلص نشوف حظنا الاخير معلم يلا روح بيض يعني سبحان الله الشيء اللي بدي اياه ما بيعطوني اياه يعني عم تحس اللعبه هي بتجاخ لعبه عم تشوفني وعم تشوف عم فهمتوا علي كيف ترى يعني والله شباب يعني ما بعرف شباب اكتبوا بالتعليقات اذا انتوا عم يطلع لكم شيء من الصناديق العاديه اكتبونا اذا طلع لكم شيء بالصناديق العاديه فقط اكتبونا بالتعليقات الله يسعدكم وبصناديق السوبر كمان لانه انا شباب مثل ما انتم شايفين صناديق السوبر لحد الان ما طلع لي شيء يعني يا حبيبي والله فشل يا زلمه
والله بلشوا يتغيروا، يعطونا غير اشياء، والله بلشوا يعطونا بطاقات دايموند واشياء جديده. يعني نروح نشوف معلم. بسم الله. بيض ما ارتفع. ما بده خلاص مجحش هذا، ما بده يشيله معلم. يا ربي اقسم بالله شباب، قاعد عم يلف هيك معلم، واخر شيء يطلع لي ما عم يشيل. يا الله لا، هاي معلم موضوع فيها شيء. طولوا لي بالكم شباب، طولوا لي بالكم حبايبي، طولوا لي بالكم يا اساطير، طولوا لي بالكم. شحن جواهر كمان وحده، بس هيك، بس بدنا نجرب. طولوا بالكم شو، بس شحن الجو. وقف هسه ده، كيف ليس لديك من جواهر؟ روح تعال هون حبيبي نجرب اخر. خلص هي راح تكون اخر وحده معلم. روح يا جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله هو الحقيبه مو الحقيبه لحدك. اوكي لا جايز، ياب حبايبي، ياب نعمل تحديث، نشوف اخر محاوله، نشوف معلم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اي تمانو، ياب يلا هاي هي ان شاء الله. خلاص هذا هو معلم، هذا هو، يلا هذا هو، يلا بسم الله الرحمن. يا زلمة عم يعلق، ثواني شوي ثواني راح نجرب شيء شباب. قول لي بلشوا يعطينا الصناديق اللي يعني باكجات حلوه يعني. ابلع روح معلم، ناخذ هذا. يلا اخر 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 اخر، بسم الله حبيبي. والله اوكي شباب، نشيل اخر لفتين، نشيلهم حبايبي، خلاص يكفي لليوم. ان شاء الله انبسطتوا معنا حبايبي بهذا المقطع، ان شاء الله استفدتوا بشيء حبايبي. والصراحه حبايبي مثل ما انتم شايفين يعني جربت كل المحاولات، واي شخص بيقول لك طريقه وما طريقه كله كذب. اوكي يا اساطير حبايبي الكرام، الحمد لله ما بدنا يعني نكثر اكثر من هيك. اوكي حصلنا على هاي تمام، بس ولكن يعني كان عندي من قبل حق الكنز السوداء تمام حبيب ورا حبايبنا. هيك بكون اكتفينا حبايبنا، ان شاء الله استفدتوا معنا بهذا المقطع. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات، واكتبوا لنا بالتعليقات شباب. حابب الصراحه بدي اشوف شباب، بدي اتاكد من شيء، هل يا ترى انا الوحيد اللي ما بيطلع لي اشياء بالصندوق العاديه ولا كيف؟ اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو بيطلع لكم، اذا بيطلع لكم شيء بالصندوق العادي عشان اعرف شباب، اذا في شيء عشان اعرف اذا في مشكله بحسابي ولا لا. اوكي حبايبي الكرام، ان شاء الله استفدتوا معنا، نشوفكم مقاطع جديده يا اساطير. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا احلى ناس، ونراكم قريبا باذن الله تعالى. الى اللقاء.